بالنسبه للشعب التونسي معناها الحكومه كانت تتصرف امور انسانيه، امور انسانيه يعني سي نورمال، معناها احنا كنا عرب وما الا اخواتنا فهمت ولا، ومرحبا بهم فهمت، فما حتى مشكل، معناها التونسي كريم هو بطبيعته فهمت ولا، ويحب الخير، معناها هذه حاجه عاديه. اما باش تاخذ موقف، انا نتصور بيرسونيلمون معناها نشوف الحكومه التونسيه تبقى على حيات. اللاجئين اذا كان واحد هارب من الموت علاش ليه؟ عليه مش مسلمين هذوكا خليهم يموتوا في البحورات وفي يغرقوا واحد وكل، وزيدوا مساكن ميتين بالشر وكل، عليه تعرفش علينا احنا راهو، ما تعرفش علينا احنا شنو باش يصير، نعملوا الخير باش نلقاو الخير، هذاك هو نورمالمون تونس انت تكون سباقه في الحاجه هذه، لان الشعب السوري شعب عربي اسلامي، يجب لازم تونس تكون سباقه تستقبل اخواننا السوريين. مرحبا بهم في كل وقت، فهمت؟ يلزم الحكومه هي اللي تنظمهم، مش العباد هم ينظموهم، فهمت؟ الحكومه هي تنظم كيما عملت مع الليبيين. تنجم تونس راهي توا تقول لك ما يسالش مرحبا بهم، ولكن هذاك راهم معنوي اكثر منه مادي. كما انت ضيف مثلا تبدا عندك زوز بيوت وهاو جايك بثلاثه صغار، اول ما باش تقول له مرحبا بك تعلق التليفون تقول زعما انا عندي باش ناكلوا باش نشربوا باش نرقدوا. هو استقبال معناتها اللاجئين حاجه ضروريه، لازمنا نعاونوا بعضنا ونقفوا مع بعضنا، خاطر هذيك هي لازمنا كل بلاد نلقاوها معناتها في ورطه، وخاصه بلاد عربيه كيفنا كيفها، لازمنا نحنا نمدوا لها يدينا يد العون ونقفوا معاها، خاطر مصعيب برشا انه الدول نتاع البرة هي اللي تستقبل ونحنا نكونوا هكا مغمضين عينينا وكاينه ما رينا حد شيء ما يجيش. بصراحه احنا اقل واحد يخلص ابارامون يظلي في 250 مش حتى في 300 دينار، واكثر واحد يخلص يظلي في 600 700 دينار. لو كان باش يجي سوري راهو زاده راهو باش يخدم خدمه، معناها اللي يخلص 300 دينار باش يجي سوري يخدمها ب 100 دينار ولا 150 دينار. معناها ما عرفش فما حاجه بركه تخلي السوريين يدخلوا لتونس، نخرجوا واحنا نمشيو لسوريا وسوريا تجي لتونس. هذاك هو ماذا بينا معناتها الدوله تستقبلهم، نستقبلوهم ليروب، خلي احنا عرب في بعضنا مسلمين ما نستقبلوهمش، والحكومه نورمالمون لازم تهبط معناتها تساند كيف الحكومه الالمانيه ولا الحكومات الاجنبيه دعموا معناتها استقبال اللاجئين، ماذا بينا حتى الحكومه تدعم استقبال اللاجئين السوريين. نحن خويا ما نجموش نستقبلوه بصراحة، خاطر نحن في وضع صعيب ياسر، فهمتني؟ هاك تشوف إرهاب وبلاد فهمتني في حالة لا يرثى لها، فهمتني؟ ولذا خويا نحن حتى نعيشوا نحن في بلادنا، فهمتني؟ تو نحن ماذا بينا خويانا هما عرب كيفنا نحن، فما لا غالي ما نجموش خويا. قال لهم مرحبا بكم تونس راهي بلادكم كلها مسلمين ومرحبا بكم. والله شنو نقول لك، كنا وخيين وكنا مسلمين. عرب هذوما نتاع سوريا اذا نحن ما نلمدوهمش، نحن نلمدو شويه وكل دوله عربيه تلمد شويه شويه شويه، مو باش يوليو ارهاب وبعد نهار اخر. لازمنا نحن كتونس دوله عربيه مسلمه خافوا ربي فرد دين فرد كذا نستقبلوا، ايش بيه؟ يا اخي نحن استقبلنا الليبيين مليون ونص، باش نستقبلوا السوريين؟ ما حدش بيه. مرحبا بهم هما تبقينا اخويا تشوف. انا يعني ديجا بطار له واحد وكل شيء كان منه بربي هكا. شوف اللي الاستقبال اللجوء السوري في البلدان العربيه احسن بياسر من استقبالهم في البلدان الاوروبيه، خاطر اذا كان استقبلوهم في البلدان الاوروبيه ما عرفش يرجعوا نهار اخر، ما عرفش يرجعوا لسوريا. اما اذا كانوا يوليو معناتها لاجئين في بلدان عربيه نهار اخر يعاودوا يرجعوا لسوريا. دونك هكاك مش تولي مشكله كبيره، معناتها نهار اخر ملايين خرجوا تو من سوريا. للاجئين السوريين في تونس ما تمش استقبالهم، هو مش من الشعب ما تمش استقبالهم، هي من الحكومه اللي ما هيئتش الظروف لاستقبالهم. وما هيش تونس برك، انا حسب علمنا معناها الدول الخاصه الخليجيه تقريبا صفر استقبال، ومقابل انه معناها في الدول الاوروبيه معناها يتنافسوا على استقبالهم. ممكن في تونس ثم الهاجس معناها نتاع الارهاب هو اللي ما يخلي معناها ما تمش استقبالهم، اما نحن كتوانسه نرحبوا بالشعب السوري ونرحبوا باي لاجئين. دير هسه ماك تعرف تجيب لاجئين لهنا يا تتكفل بهم هي ليها بتجيبهم هكيك، نحن تشوف فينا معناها من الثوره التويكه قدام من ليبي عندنا قريب المليون ليبي،
هاك تشوف تداعياتها على الاقتصاد وعلى المعيشه وعلى القدره الشرائيه، يعني امور مدروسه بصراحه. موقف ماهوش ميزيبش في نهار وليله، ماهوش موقف سياسي يعني، يا ايه يا لا، يلزم دراسه ويلزم، فهمتني، يا تجيهم تفرح بهم بلغه اخرى يا لا. احنا ديما توانسه على اون جينيرال ديما نوتر، احنا ديما محايدين وديما جابدين رواحنا من المشاكل. وتو ديجا عندنا برشا مشاكل في بلادنا، دونك لهين في بلادنا هنا نتفرجوا في الجانب كيفاش قاعدين يستقبلوا في اللاجئين، وكيفاش قاعدين يعطيو فيهم في ماكله، وكيفاش لهين بيهم. واحنا قريب شنو اللي اختاني كيفاش اختارسي واضرب. الحكومه صحيح ادرى منا في الحكايات هذه، لكن احنا ديما نشوفه من باب الانسانيه، نحنا نقبلوه ونحاولوا ان شاء الله يعني نعاونوهم بهم ما يجيبوش لجرتهم مشاكل. مرحبا بهم، علاش ما لهم اخوان ومسلمين كيفنا كيفهم، ومرحبا بهم.